أهلا بكم في موجز الأخبار من قناة حلب اليوم. مقتل 15 عنصرا من قوات النظام باستهداف سيارة عسكرية بصاروخ موجه من قبل الفصائل العسكرية على محور جبهة الملا جبري في إدلب الجنوبي. وزارة الدفاع التركية تعلن تحييد 10 عناصر من قسد كانوا يستعدون لمهاجمة منطقتين نبع السلام ودرع الفرات شمالي وشرق سوريا وفق بيان الوزارة. نائب وزير الخارجية التركي سادات أونال يقول إن تسهيل عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم يجب أن تكون جزءاً لا يتجزأ من الجهود الشاملة لحل الأزمة السورية. رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنية تؤكد أن عدد المعتقلين المفرج عنهم في سجن صيدنية العسكري بلغ حتى الآن 117 معتقلاً فقط. الرئيس الأمريكي جو بايدن يوقع أمراً تنفيذياً يمدد خلاله حالة الطوارئ الوطنية فيما يتعلق بإجراءات نظام الأسد لمدة عام آخر. وزارة الدفاع الروسية تعلن تدمير 93 هدفاً عسكرياً أوكرانياً خلال الليل، من بينها 69 مركزاً لتجمع الأفراد والمعدات.